خلينا نروح ناخد شريف شعبان على التليفون، زميلنا العزيز ومرئيس قناه الاهلي، عشان يقول لنا اخر اخبار الفريق النهارده. ايه يا شريف، مساء الخير عليك. تحياتي يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاركات الاهلي في كل مكان. طمنا، الاخبار عندك ايه والاستعدادات ماشيه ازاي يا شريف؟ يقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء، يمكن كان حريص اسطوره النادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يحضر جزء كبير من التمرين يطمئن نفسه على سير التمرينات، يمكن لقى قبول كبير لدى لاعبي النادي الاهلي. يمكن يعني لما بقى نجم في حجم كابتن محمود الخطيب قاعد يتفرج على التمرين، حاجه لعيب الكوره تسوى الكتير والكتير يعني. فتابع يمكن ثلاث اربع تمرين ويمكن لسه مغادر التمرين منذ قليل. خلينا نقول لك ان التمرين بدا النهارده تدريبات بدنيه قويه جدا. يمكن مستر فايلر كان حريص ان المستوى البدني يزيد مع النادي الاهلي في هذه المرحله، والان شغال النهارده يمكن ما عملش تقسيم زي كل مره. النهارده اشتغل بقى في التخصص على الجول، يمكن العربيات الاجنبي اليمين والشمال وتفنيش الكره اللي اجوان يعني الاوفر يتلعب باليمين او الشمال، ويخش الدنيا يحاولوا يخلصوا الكره في الجول. تمرين تخصص صرف على الجول علشان ما يبقاش في تضييع كتير للفرص في المباريات المقبله. على الجانب الاخر تدريب الحراس تمرين قوي جدا جدا جدا. تدريب الحراس من ثالث يوم على التوالي تمرينات قويه جدا، وما زالت المنافسه مشتده بين الشناوي وبين شريف كرامي، وبيجاريهم بكل قوه ايضا علي لطفي والصاعد الوعد احمد طارق. يمكن تمرينه ولا اروع ولا اقوى. يمكن الملفت للنظر في الثلاث ايام دول ان المدرب الحراس مش هو اللي بيشوط على الاجوان، اللي بيشوط هم الحراس على يعني هم اللي بيشوطوا لنفسيهم. طبعا حارس مرمى قويه جدا، فهو الراجل عاوز اقوى مدى للشوطه عشان تبقى يعني زي المباريات بالظبط. فانا لفت نظري هذه الجزئيه، وفعلا اما الشناوي بيشوط على الشريف او العكس او علي لطفي بيشوط تبقى شوطه قويه جدا، مسافه قريبه جدا، فبيقدر الحارس قوي معاها اكنها في الماتش بالظبط. فده لفت نظري في اخر ثلاث ايام. في حاجه مهمه جدا، يمكن الصبح قريت او سمعت في السوشيال ميديا ان مستر فايلر طلب تغيير ارضيه الملعب، طلب يلعب يعني. طب ده مهم قوي الكلام ده يا شريف. طمنا على ارضيه الملعب، لان في تساؤلات عديده في الحقيقه. الناس بتسال عن ارضيه الملعب الخاصه بمختار التتش بالتحديد، هل الارضيه سيئه يعني ولا ايه؟ انت شايف قدامك يعني، قول لنا. بص يا زميلي، كلام عاري كلام من الصحه يعني. حتى لو راجل كان طلب، مين حدش هيعرف اصلا يبقى في التواليد؟ كلام ما حصلش، كلام غير صحيح بالمره. الراجل ما طلبش ولا قال انا عاوز اغير ملعب التمرين ولا عاوز اروح ملعب تاني واغير ملعب التتش. ما حصلش الكلام ده خالص خالص خالص. ارضيه ملعب التتش لو مشيت عليها بشكلها فيها نقره، لو مشيت عليها بشكلها فيها حفره ما فيهاش مطبات، الارض مستويه لاقصى درجه. انا عايز اعلمكم كمان ان في معدات الاهلي تعاقد معاها وهي موجوده خلال اسبوع من الان. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، يا جماعه بلاش طلع اشاعات. الراجل ما طلبش تغيير الملعب، الملعب على اعلى مستوى، ده ملعب تدريب. انا دخلت كتيره ولا كتبت في ملاعب كتيره. ملعب الكوتش اللي الناس بتتكلم عليه دوت بيفوق استاد داخل مصر كتير جدا، ده ملعب تدريب في الاول وفي الاخر. ولكن انت الملعب لو مش تعليم مش هتلاقي فيه اي مشكله خالص. واكبر دليل الحمد لله ما فيش اصابات، وده اكبر دليل ان الملعب سليم والملعب ما فيهوش حاجه. فما اعرفش ليه الشعب بتدفع عليه. الراجل ما طلبش والراجل ما قالش اي حاجه خالص، والتمرينات شغاله ثالث يوم النهارده. يمكن على حاجه رائعه لكل بيثبت ان ما حدش بيشتكي ما حدش بيتكلم. الراجل ما اتكلمش على الملعب خالص، الراجل على طول كلامه كله مع اللاعبين. حريص ان هو يتفرج على اكبر قدر من اللاعبين، حريص يشوف توقيت كل لاعب علشان خاطر يقدر يقيمه في التمرينات، ويشوف ويتفرج عليه في الخاص بكل لاعب، يشوف احصائياته ويشوف كل حاجه. الراجل شاغل نفسه بالكلام ده كله، بدا كمان يتفرج على مباريات تاج سبورت، بدا يجيب شرايط المباريات ويتفرج عليهم، يشوف المنافس اللي هيلعبوا عامل ازاي. الكل هنا شغال، الكل حريص ان الفتره القادمه باذن الله تكون كلها انتصارات، تكون كلها بطولات باذن الله. اخر الجديد فيما يتعلق بالمصابين يا شريف. المصابين زي ما قلت لك محمد محمود وسعد سمير ورامي ربيعه وكريم ميسي، التاهيل مستمر. وبالفعل زي ما قلت لك امبارح انا كنت غلطان، محمود وحيد فعلا بيجري مرحله التاهيل فعلا، ما لفتش نظري امبارح. هو النهارده بيجري النهارده حوالين الملعب، بتتكلم في يومين بكتير قوي يعني محمود وحيد لسه متاثر باصابه الكاحل. مظبوط، النهارده بدا يجي النهارده حوالين الملعب، مفيش زكه مفيش حاجه، فالدنيا كويسه معاه. في خلال يوم باذن الله هيكون موجود في التمرين محمد محمود وسعد سمير في المراحل النهائيه. جبران ربيعه محتاجين وقت شويه، كريم ميسي محتاجين وقت شويه. باذن الله بتتكلم في اقصى حاجه شهر وهتلاقي، بس باذن الله عصابات داخل فريق الكوره بنادي الاهلي.
بإذن الله يا شريف. أنا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة والمميزة من زميلنا العزيز شريف شعبان.